الساكنات ديال ساكنات البيضاء مجموعه 4. هاد الواد الحار وهذا الشيء كله فاض علينا، حتى احنا ساكنين في الاكاب، والاكاب كله هو عامر عندنا، لا في الجوج لا في الواحد لا في 9 لا في 10. حنا ديما نوجهوا الشكايه القايد، وهذا جاو الدراري يصوروا ديما تيصيفطوا ليديك، ما تيجيو صحاب ليديك تيقول لك راه خاصكم كاميو وخاصكم هذا، ما توصلنا بتا حاجه. عاوتاني راه هو طلع عندنا حنا في السفلي، ديما هذا المشكل هذا ديما واقع لنا في هذا. وكما تنوجهوا للسلطات يكون شي حل ممكن مزيان، الله يجزيهم بخير، يجيو يحيدوا علينا هذا المشكل هذا، حيت الا كنا هذا راه مهددين ديما الترياب، حيت راه الا مشى تنزل الموبل راه كلشي غادي عاوتاني مشكله، وغادي نصدقوا مشردين في الزناقي. الله يجازيكم بخير. هذا المشكل عندنا هنا كنعانيو منه سنين، دابا سنين، ديما الشكايات ديما سميتو، ما كاينش اللي كيجي كيطل ولا شي حاجه والو. وهذا الشيء هذا لكبات مضروبين بالما، كاين متر وزياده شي مترونز ديال الغرق ولا سميتو، وهذا الشيء كيهدد لنا الحياه ديالنا. وبالنسبه للريحه راه كاينه الريحه بزاف، والدراري الصغار وبزاف المعاناه فهمتي، وبلا ديك الشنيوله حتى هي راه مشكله، كطلع من الكاب راه كتاكل عباد الله هنايا عرفتي الماء. هذا هو المشكل اللي لا اله الا الله. الله يدير شي تاويل للخير يا ربي. خويا الله يجازيك بخير. انا وقعت في واحد المشكل مني كريت في هذا المحل هذا، عندي الهونغارات، هو الهونغار الاول نوريه لك، جوج عندي في الطواليط. مني كريت هذا المحل بداو كيخرج لي داك الشيء من الداخل فهمتي، عيطت بلومبي وداك الشيء، ورغم هكا كاين ما كاين حتى شي حاجه والو. عيطنا ليديك ما كاين حتى شي حاجه والو. الحوايج ملي كنكون بحال هكا خارجه ولا شي حاجه كنلقى داك الشيء خارج ليا، ملي كنجي كنلقى تكاشط كلشي، حوايجي اللي ديال المحل كلشي ساردين فهمتي. عيطنا صحاب ليديك خاصهم 8000 ريال باش يدخلوا عندك من الحانوت لهنا، باش يدخلوا عندك لداخل. مني انا عيطت عليهم وشافوا على برا القوادس اللي على برا لقاوهم ناشفين، يعني المشكل عندنا حنا هنا ناشفين، ما كيدوز لهم حتى شي حاجه. وانا حاليا دابا والله العظيم الا الطواليط ما كنستعملهاش، والطواليط هي كلشي. انا كريت هذا المحل هذا لان زعما بغينا نستثمروا فيه وهذه ونخدموا نزيدوا لقدام شويه، الساكنه هنا تعمر الدنيا لان الدنيا هنا شويه خاويه. ميم اللي جيت كنشوف واحد الشهر بحال هكا كيتفرق عليا القادوس ديال الطواليط حاشاكم، وما لقيتش. جيت واحد النهار في الصباح لقيته هنا مفرقع، لقيت الدنيا هنا كلها، الدنيا هنا عامره، ومع عندي هادشي ديال لي فوطاي هنايا في المحل، لقيت الدنيا عامره، تكرفت لي المحل. شنو غادي ندير؟ شنو هو الحل اللي غادي ندير؟ كنقلب تلقى انا ان المشكل جاي من عند الساكنه، من الموبل، من الفوق كيهبط هذاك التخت لداخل حتى كيتبوشى القادوس اللي دايز من الطواليط. دونك ما عنديش الحل، انايا سديته وتهنيت كاع. مي المشكل اللي باقي وهو ديال برا، راه ديما كيتفرقع هذا القادوس برا، ديما الخنز وديما الريحه هنايا وديما الناموس والحشرات وهذا الشيء راه ما. دونك راه عندنا مشكل اللي هو يا البنيه التحتيه ما مصايباش مزيان. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.